خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، كنحييكم كامل اينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم نهضروا على واحد الموضوع، وهذا الموضوع مهم جدا كيهم بزاف ديال الناس، ولا عجبكم هذا الموضوع عاوتاني ما تخلوش علينا عاوتاني ابوني وعملوا شي ماشي بصحكم كل شيء ديالنا واشتراك وبارطاجي واش المعلومات توصل ويستافدوا الناس. المهم هذا الموضوع اليوم نهضروا اللي كيقولوا من مصطلح الفراشة، هما باع المتجولين، وانا كنت واحد منهم في واحد الطريقة، بديكش باقي واحد منهم. هاد الباع المتجولين المعاناة اللي كيعانيو ما كيعانيها حتى شي واحد صراحة الله يالي، لان انا تعيشو وشفتو بعيني وكنت فيها. وهاد الباع المتجولين راه ما كيتقاضاوش على طول العصر، واخا يمشي جيل ويجي جيل، لان الانسان ما كيميت دار، لكن الانسان عنده شي بديل ولا شي حاجه، راه ما عندش شي بديل في الزنقه مثلا على الارصفه، لكن ما كاينش البديل عنده. وعاد شكون اللي كيمشي يبيع ويشري؟ الناس اللي مساكن كيبغيو يديباني ويحن الله، هذا هو المقصود. وهاد الباع المتجولين بزاف منهم كيحكرهم، يقول لك غير بنادم اللي هو مسيم ما عنده كدا غيمشي يبيع ويشري في الزنقه صافي. لا، لكن الناس مثقفه بالصح، ناس قاريه، يمكن الناس اللي عندها شواهد عليا وعندها الدكتوراه وعندها قاريه بالصح، ولكن شائس الاقدار والظروف والنفس اللي فيها ار ان بي بان احسن يبقى جالس، تيجي المنصب بالعمل احسن المستوى ديالو، ما كاينش اللي يقول ار ان بي بان على ان تيجي. هذا راه كيقول انسان راجل، انسان عنده قيمة العقلية، يعني كيعرف كي مشى يربى يدو، ما كانش ديك الوظيفة صافي يعني على انجليز ولا تنعمل مظاهرة غير هو الحباسات ولا ما كاين والو، هو جالس تما كيحمق بوحدو. لا، كاين بنادم لا كيخدم عقلو لا اران دي باني تيجي بالله، وهادشي اللي كاين. والغريب في هاد المهنة هادي ولا دخلتي لها ما كتخرجش منها، هذا هو المشكل، بحال اللي كتجلب بنادم، بحال اللي الله يحفظ، بحال اللي داك الشيء بحال اللي يقول لك كيجلبوا داك الشيء هذا، ما يقدر يتفارق مع داك الدويش، راه صاحبي كيسكن له في الدم ديالو، واخا المعاناة والدل الدل الدل بصح، ملي كيبيعو شي في الزنقة مدلول، والله العظيم مدلول. قول لي علاش؟ ما عندو ساحق، ما عندو ساحق، أكثر كيغمط عليك ديك الكلمة كيقول لك استغلال الملك العمومي، يعني هو ماشي مواطن، ذلك الملك العمومي راه هو مواطن عنده حقه به، ما عندو ما يعمل، المهم يكون الإنسان منظم مع الدولو، وكيعتني بالبيئة والنظافة ويحترم الاخر، ولكن لا دائما دلول، دائما محارب مطارد جري عليه. انا تعرف عشت هادشي، هذاك تصور اقبح دل للشونه في الحياه ديالي هي تكون شاد رصدك هز رصدك مدرعو هيدا وهربان، والبول جاري موراك ولا مخزنيه ولا مقدميه ولا اعوان السلطه، شنو شاد رصدك وهربان، فهمتيني؟ وعاد قلت لك الدراج كيما بنادم بوري مخلص، اللي عنده الجاش اللي عنده الحوايج اللي عنده سبرديناس اللي عنده، فهمتيني؟ والقشوش اللي كيطيحوا لي تهرسوا ما كيرحموكش ولا تجبرك ديو لك شي هذا المعاناة. هو شنو كيعمل؟ كيحارب بيطاره مسكين، وعاد كتجبر الانسان مثلا مشى سلف شي مقدار مالي، تبار شي بركه سلفه ولا باع شي حاجه من دارو ولا باع شي حاجه لمراتو، اكثر كتجبرو مجوج ولا عنده ولادو وعنده يما ولا بزاف، كيمشي كيعمل هاد البيعه وشراء يدي باني فيها تيحم الله، كتجي نتينا كتحاربو كديرو رزق ولا شبرتي كديهم له، والله لا ردهم كديهم له، كتخلي مهرس مره فوري الحياه ديالو كيتشكل الحياه ديالو، لا رباح لا راس المال، الناس كتسالو الدار كيسالو، الكره الضو المراه الهواوي الروينه كيسرو من حياته مسكين، وربما يقدر يعاود الكره مره ثانيه يمشي يسلف ولا يعمل شي حاجه عاوتاني ويجي يقاوم عاوتاني يعاود نفس المشكل، شحال واحد خرج عليه؟ أنا بدي واحد منه خرجوا عليا بصح، هرسوني بحياتي كاع، أنا نعاود على راسي، راه القصة ديالي قصة سنوات نقدر نكمل أنا في هاد المواضيع بحال هادو. ونهضرو على خوتنا بحالنا اللي كيبيعو شي في الزنقة، كتجبر دابا يا خو مسكين كيجي كيفرش، شنو كيفرش؟ ما كيفرش شي حاجة حرام ولا ممنوعة ولا ممنوعات ولا، المهم كيف شنو كيفرش؟ كيفرش حاجة اللي هي معروفة، هاديك قشيعة الدار اللي كيفرج السبابوط تناكل، اللي كيفرج الامور بالماكله، اللي كيفرج الامور كتزين ليا بنادم تقاشر، المهم كيترزق الله عادي، كتسمع واحد شويه كيقول لك هاو ما جين هاو ما جين، كتسمع كلشي كيجري واحد البلبله واحد الحركه عشوائيه، بنادم عربان ويخرج يجري مورا، وبنادم رجل كيتهرس، واحد الكارثه عظمى. ولكن ملي كنشوف الانسان اللي كيخصو مثلا يتحارب هذا الملك العمومي ما يبقاش فيه،
شو واحد ما كيهضر معاه ها القهاوي قهوي شابه شي الملك العمومي شارش فين كيقول لي بنادم الطريق اللي كيقول لي بنادم كامل شابرها القهوه راه طاينه وخارج 5 6 متر على الزنقه عامل قلوعه وعامل الشلي من الشمال واليمين والله ما تجبر من الكوز المراه مسكينه كتبغي تقول لك واش حشمانه في وسط الرجال كيزا في الطاوله الله العظيم هادشي واقع جميع المدن اكثر مدينه طنجه من اللي كان كنهضر على طنجه لاننا ولد طنجه يعني كتقول القهوه القهوه واكل الشارع كامل ولاد مسكين عندهم مين يقول والله العظيم كتبر المراه من السكوتشي كتقول زعما تاخذ الطوموبيل تقول من نفس الجنب هيدا ما عند مين يلعب تقول ها الملك العمومي فين هو كتقول راه البقاله وبعض الخزاين عاوتاني السلعه كامله خارجه من الزنقه كلشي في الزنقه بعد المتاجر حوت كبار نبيعو شراد الالبسه الحوايج المسس على برا ما كيهضروش معاهم خمر ما كان قاعد حامله ديال بحال دخل على بيت من عور جاع بحال اللي كان الحق الانسان الضعيف مسكين مقهور هذاك اللي عنده مثلا واحد 200 درهم ولا 500 درهم كيمشي يتكرفص عليها ويشري بها اللي يطلع الرزاق الله يطلع الكامل لولادو ويقور لك هذا الشيء برا كيقور الكره ديالو هذاك ديما محارب مسكين الحرب 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 وما كاينش اللي يهضر عليه كذا بحال شي مجرم مدلول شكون اللي يهضر حتى شي واحد حتى واحد اكثر الشباب مساكن وحد ما الناس خصهم يأيدهم يوز فيهم هيدا ويحن عليهم لأن برافو ليلو شبابي في الوقت ديالو الهينون ومطور وقافز وقاري وما كاين ما يدارش على عمل مشاكل ترزق الله يدي باني يقولو برافو ليلو تراجل نعاونو أولا مثلا نجري عليه منظم الأمور مثلا صارت مثلا السلطات تنظم تنظم تخلي الطريق من يهوز الطوموبيلات تخلي من يهوز بنادم تفرشو لها الجائدة عملو هيدا وتعس عليهم هي هي المشكلة كتجيبها بعض الأسواق يقولو السوق من النموذج الأسواق النموذجية أو الأسواق المشتركة أو الأسواق اللي كيعطيوش على الأرض كيفصلوها ويوزعوها على أتباع متجولين كتبر والو خلي يعملو الأسواق أتباع المتجولين باقي في منطقتهم كيبيعو ويشريو علاش؟ لأن هاديك الأسواق وديك الأراضي اللي توزعت ما توزعتش على موالينها عطاها للناس اللي هما ماشي كتعرف الإنسان اللي هو ماشي سال المهنة ديالو كيشبرها بايش بحال كيف فرض الزنقة بعض الناس كيكون قوي قبل الروس حو واللي قوي عاكي يتسيطر للشارع توي من باع المتجول يشبر الارض مخيره ويفرج وكذا وليد عاكي الشوطو هيدا ملي كتفرق الارض كتوزع شي سوق نموذجي او الاسواق القرب كيوزعو الباع المتجولين شكون عاود كيديها وثاني عاود كيكون عاود قوي وقبل الروجيمو ماشي بصحتو بالجن عنده الفلوس كيشري ويلا ودفع هنا وعمل هنا وكيشبر كيوزعو لك شي باباكيتو وخاط صاحبي وجدك صاحبي ومن عمك صاحبي وكتفرق داك الشيء هكاك وعمر ما شاهد واللي هو بوري بصح خاصو يعطيو هذاك ديك بقع ارضيه والطريف في الارض ولا مزيان يبنيها شي حوينته تساوي فيه ويتهنى بالشارع وقدركم لا هذا ما يشبرش كيتشوطر بحال اللي كيتشوطر لكم كيفرض الزنقه دائما جاري موراه وعاد كيتشوفنا بالشوارع من الباع المتجولين وخا كيعيو يجريو عليه وخا يعيو في الاسواق وهادي كتجر باقي اللي كيبنى هذه مفرج تما انا ناخذ لك السبب انا ما عطاوهاش يمكن عطاوني الغير لا يستحق اما هو قام شكون معطي هما كاين شوطو فيه ما كاين والو والو حتى انا كان بوري ضعيف والحاله ضعيفه والجيم ضعيف والصحه ضعيفه هذاك بوري مره هذاك في الاسفل السافلين كيحسبوا مره في السلات المهملات ما كاين حتى شي حاجه وما كاينش اللي يهضر عليه بعض النظر المجتمع كينظر لك انك مثلا ما كانك ما مشكل ولد السوق كيعطيو له ولد السوق زعما كيبيعوش ولد السوق هذيك راه الناس مثقفة وقارية واعية وراجل في ولد الصاع هذيك راه راجل ما راضي يبيع ويشري الزنقة ويكافح هذيك تما راجل كاين واحد آخر بصحته وفلوسه وما عندو لا خدمة لا دما وجالس كيعمل كيبيع حشيش أولا كيبيع كارو ولا باسطيات أولا كيكريسي أولا كيسرق أولا كيفتش جام لعباد الله ولا كيدور الحوانات يسرق وكينصب نص الاحتياج فهمتيني وكاين اللي يتمتك على باباه على يماه على خطو دبر عليه أما اللي بعدها راجل نار بخا يكون معاه ولا أسرة لا والو راجل والأغلبية عندهم الأسر وأقسم بالله أكثر اللي كتجبرو خدام على يما وبابا ولا خدام على وليداتو ومراتو كيجي واحد كيديرو الطوق كيقتلو كيقتلو وعاد ماشي مرة ولا جوج هادشي نعيشو أنا بغيت نعاود على راسي دابا لأن لا نهضر على 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 الكيفية نقول لك كافة الجمع كلشي على خوتي اليوم فحالي فحال خلي مهضرش على راسي أنا هو هاد الناس هادو خاص الانسان يدور عليهم يشوف فيهم بحال عين الرحمه ويدو يرد لهم الاعتبار ديالهم هادو راه شباب واكثر انا نقول لك الشاكر على الشباب لان كثير الشباب خاص يرحمو
لان على كاين الانسان واحد كيدي باني تيبقى كيما تيدار شي منصب كيما مثلا مهمه وتما كيحارب علاش حنا نديرو قهرام نزيدو نسطمو عليه وما كاينش اللي يشوفه. والان الان باقيين دابا والله الا باقيين دابا هاد الحجر على هاد الناس هاد ماشي كتشوف اليوم يقول سيدا ندير اش بان قرده مجفه مره ما كاينش من هذا علاش جا فين مشى ملي كان فراش الناس لا قال لك راه ما هنايا وما هنايا يتبعوا به هنايا راه غير خوي ديك السيكتور بحال كيقولوا خوي ديك الحومه خوي ديك الشارع ومشيت تخبع في قلبي في نهور حتى بعادش تخبع في نهور تيقول الديناصور عاد خرج كارثه كارثه والله العظيم ما كاينش اللي كيشوف هاد الناس هادو عرفتيني وكتشوف هاد المريض مع الامور بجهل كيجي يا اخو هذا كيشبرك كيشطم لك السلعه ويهرس عليك ويشبرك عليك ويسبك ويشتمك وربما كيضربك وكيتسنى تطور يدك انت باش يخبرك مره انا طورت يدك خسرت الهضره ديال الكلمه شحال واحد طعنا بالهراوه هيدا استسمع عليه بالهراوه علاش قال الله ما دام كان عدا ورزقي هيدا وحيا مصيبه صاحبي مصيبه انا كنطلبوا حتى شي حاجه انا كنطلبوا اكثر من المسؤولين يفكوا شي من هاد الناس بصح شي حال بصح مع هاد الناس اي والله شو هاد الناس لا يفتحوا شي اسواق مثلا يفتحوا هاد الامور نازيها والامور يسهروا عليها بيدهم هادو الناس اللي هما الناس اللي الناس اليوم بعدا نقول حنا الله عمر سلعه والنزاهه وكيعرفوا شنو القيمه ديال العدل فهمتيني يوزعوا لك شي عم يعطيوه من هذا هيدا من ولا من ولا كيدي كل شيء نص كبير كيعملوا الشكاره ديالو هي الاولانيه عاد يفرغنا حبابو وجيرانو هي ماشي واش نقول لكم اخوتي لا الله هذا المواضع بحال هادو كيالموا بزاف واخا تعيا تهضر عليا وتعبر خو تعطيهم شي جوج ديال الحق راه والو واخا تعيا والله ما ترد بحقهم من قالوا الدل اللي كتبارح على هاد الناس اللي كيفرشوا في الزنقه مساكن وهادشي اللي كاين اخوتي ونطلبوا نقول لكم من المسؤولين ولا حتى المجتمع ومن الشعب كامل اللي يشوف هاد الناس دائما يحترمهم ويشوف فيهم عين الرحمه ويعرف ان الكرا رجال ماشي شي واحد اللي كان بيرو كيسرق ولا كيجري سلاح كيرزق الله حلالا طيبا ونعاونوا ولا الكلمه الطيبه حنايا عاوتاني ونقولوا له الله يعاون والله يجيب شي بديل وهادي وتيحمل الله وهادشي اللي كان اخوتي ولا عجبكم الموضوع نقول لكم بارطاجيو باش المعلومه دائما توصل انا الهدف ديالي هي المعلومه توصل ويستافد الاخر وما تبخلوش علينا عاوتاني انا بحال نقول لكم ابوني دائما الجديد ديالنا وشاركوا الاشتراكات وكنشكركم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله والسلام عليكم.